السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السادة المشاهدين من المقاطعة الإدارية المنيعة، بالضبط بتاريخ يوم 9 من شهر جوال لسنة 2018. حاليا يحضر معنا وكما تشاهدون في الشاشة المواطن والسيد مقدم محمد من حي سيد الحاشية، يريد أن يبلغ رسالة إلى مدير المؤسسة الاستشفائية للعقيد محمد شعباني، وأيضا رسالة إلى الأطباء الذين يعني يقومون ويسهرون على المرضى، وهو قد وقعت له إشكالية ومشكلة مع السيدة الوالدة والدته عندما ذهب إلى المستشفى وحدث ما حدث، وهو الذي يحكي لنا القصة وحيتياتها. الأخ محمد قدم يعني يحكي للناس والمشاهدين والرئيس ومدير المستشفى بالمنيع. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا وقبل كل شيء نقدر للاخوه الاطباء المجهودات التي يبذلونها، نقدر لهم المجهودات التي يبذلونها. صحيح مش منها باش طبيب واحد يخدم من 9 للـ9 نتاع الصباح للغرب. هذه محمد حكينا القصه من البدايه. البدايه نتاعها انه الوالده نتاعي البارح في الليل، من البارح في الليل تتوجع الجوايه الجوج نتاع الليل تزيرت. عينا معها الديار ندوب السبيطار، قالت لي ودي والو نجي نصبر شويه. طايقه لحقت عليها الصباح بشق الانفس باش لحقتها الصباح. الصباح جوايه 7 تزيرت خلاص ما ولاتش بعدها كي قدت تهز. المهم دينا على السبيطار 7، لحقنا السبيطار جوايه 7 و10 27. بعد ما لحقنا السبيطار الجمع من المواطنين فيهم الملائكه وفيهم العجوج وفيهم يعني بقسم الاستعجالات. بقسم الاستعجالات مريحين. يا سيدنا السلام عليكم. السلام دخلنا ريحنا كيف ركبنا السام. بعد فترة حوالي 4 ساعة سولنا ما شفناش لا حركة لا باب الطبيب يفتح لا بواحد يدخل. يا اخوان سيدي الطبيب كاين راه يفوت. قالوا الطبيب كاين. اسيدي راه يفوت. قالوا مش يفوت. علاش؟ تا واحد ما جاوبنا. ايا واش درت؟ دخلت انايا طبطبت المكتب نتاع الطبيب طبطبنا. تكلمت الطبيبة من بعد قالت دخل اروح للباب نهاية الثاني. دخلت لها الباب الثاني طلبت الطبيبه يدي السلام عليكم. والله ما ردت علينا لا سلام صباح الخير. والله ما ردت علينا لا سلام ولا صباح الخير. ما عليناش اسيدي ما يهمش ما سمعتناش. من بعد ما قلت لها يدي الطبيبه راه عندي الوالده مريضه منها كيفاه راه تعبه وراه في حاله يرتلاها. فعلا قالت لي دخلها. دخلتها لعندها. كي دخلتها لعندها سولت الطبيبه الوالده تاعي واش تقول. قالت لها يعني سولتها واش بيك. قالت لها يدي عندي نفخ مانيش عارفة يا مصران يا ليكاز. المهم تعبت تلوى قدامها فايدة بها. بعد كي الطبيبة زادت سقساتها قالت لها واش مقيس يعني شد عليك هذا. قالت لها من الليل وشني جوا الجوج ولا قدا زادت حسيت يعني كثر وكثر يعني زاد الألم تاع الوالدة شد يعني شد لدرجة لا توصف. لا صحيح. يا سيدي فايدة بها تم توقع الكارثة والله توقع الصدمة. قبل الطبيبة تباشر الفحص ولا كاش ما تبعث لنا الراديو ولا تبعث لنا السكانير ولا تحط عليها ايدها ولا تدير لها صناطه ولا تدير حاجه. والله حاجه ما دارتها من فوق مريحه كيما راني مريحه هكا في المكتب على كرسيها والمريضه قدامها. قالت لها يا ودي من دام صبرتي من الجوج لهذا القيس زيدي صبري ثاني يعني من التاليه صباحا الى السابعه صباحا. اللي صبرك هكا يصبرك من 7 من 8 يعني اذا قيس حتى ل 9. لا حول ولا قوه. فايده بها يا اخي بالي راه تحكي بحالك ما فهمتش. لقيت الطبيبه جديه يعني صار ما في فكرتها. دكتوره قلت لها يا ودي اختي من فضلك يا ودي كيفها ساعه يعني حاولت كمواطن تستعطفها على حاله طويله. قلت لها يا دكتوره من باب الانسانيه ودرت لها هاك وقلت لها بضياف ربي بضياف ربي بضياف ربي يا لو كان حاجه برك لبس يجيك فقط العامل النفسي وطيبنا احنا ثاني جوج. واش كان ردها؟ احسن عاونوا قلت لها على بالي بلي تتعبي رمضان وكذا رمضان تتعبي وعندك شوك نتاع موطو وعندك ديك وعندك ديك. احنا ثاني راه عندنا طفل خدت عليه طيحه نتاع موطو والمهم ما يهمناش. عندي شوك نعرفوها وتتعبي وكذا بصح ذاك اليوم قلت بضياف ربي يا اختي. واش كان الرد نتاعها؟ اقسم بالك بالله ما حركت ساكن والله. وكان هو يعني ما تكلمتش ما حركت ساكن بالعكس قالت لي انا خرجوا عليا. ومن بعد الفايده الحصول انا خرجت قدامها ما صرا لي والو. من بعد كاين الموقف يعني الوالده وين راحت؟ الوالده خرجت خرجوا من المكتب. اي خرجت الوالده من المكتب بهذا الالم وبهذا والله الا بداك الالم والله كان ديتو لدارك رجعت للدار وين نروح بها؟ فهم يا رحمه الله نروح بها. نزول اليوم ما يخدمش نعماني ثاني كذلك وين نروح بها؟ من بعد كي من بعد ما خرجنا خرجت الوالده قالت لي الله اللهم محمد رسول الله حسبي الله ونعم الوكيل وجات خرجناه. الفايده انا عاودت من بعد كي بديت
خرجت تما بديت نشوف الجماعه ونشوف المواطنين هذه يا سيدي. واش الاجواء هذه؟ اذكر رانا في دوله، اذكر رانا في بلد، في مقاطعه اداريه، اذكر رانا في غابه، رانا في واش من عصر رانا يرحم الله. واش انت الرساله اللي باقي توصلها؟ الرساله اللي باقي نوصلها للاخوه والمواطنين انه الموضوع هذا كيما صرا لي انا راح يصرى لكل مواطن، وراه صاري ديجا، راه صاري. ونتمنوا برك من دكاترة عندهم يعني ما يستغلوش المنصب نتاعهم، ما يدلوش المواطن على واش يا اختي. خاطر راني قلت لك والله توسلت لها بكلمة دياب ربي، كلمة دياب ربي راك بالها في الروح وتفدي، في الروح وتفدي، سبحان الله. وفي الختام كما سمعنا القصة الذي رواها الأخ محمد مقدم ووالدته ومعاناته مع قسم الاستعجالات، وهذه الطبيبة والتي لا داعي لذكر اسمها لنتفادى التجريح فيها، فهي رسالة إلى السيد مدير المؤسسة الاستشفائية وإلى الأطباء وإلى عمال المستشفى، أنتم مسؤولون في هذا القطاع كما أعلمكم أنا ككمال جزائري وكل مواطني المقاطعة أنهم مسؤولون عن هذا المستشفى، فهو ملك للجميع. فتمنياتنا لمدير المستشفى أن يتخذ الإجراءات اللازمة، وتمنياتنا أيضا إلى الأطباء أن تكون لهم روح المسؤولية وأن يكون لهم ضمير مهني. إلى هذا كان معكم كمال الجزائري، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.